أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1669 حالة وفاة. كما أعلنت الوزارة إصابة 985 شخصا بالفيروس، فيما تم تسجيل 1166 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.